خلينا نكون صراحة، على اعتبار ان احنا افضل بكتير من تشاد، لكن كرة القدم يا جماعة احنا خرجنا من فرق اقل من تشاد دي. لو تفتكر يا سيف قبل كده كانت معرفش ملاوي باين ولا مين، افريقيا الوسطى، افريقيا حاجة غريبة يعني اسماء كده غريبة. فعدم الاهتمام والاستعداد الجيد لهذه المباراة من البداية، معسكر ضعيف يومين فقط ما يقدرش يشتغل بشكل جيد، ما تقدرش تعمل تكتيك بتاعك، هتعمل انت ده يومين منهم يوم سفر، فاهم قصدي؟ بالاضافه الى انا مع مهيب في حته ان الملعب برضو اثر بشكل كبير، لان انت المرونه اللي عندنا سيف، احنا عندنا الملعب ده لاعبين عليه قبل كده حبيبي، ما هو كان فيه لعيب غير انت عندك المرونه في الملعب الصلب ده صعب جدا انك انت تعمل ترنات. الوحيد اللي كان بيشتغلها كهربا لان هو عنده ليونه اساسا في جسمه، البقيه الناس كلها واقفه كده، يعني مفيش المرونه والرشاقه كله يخاف من الصليبي على ملعب عليك، فانت كله بيلعب في اتجاه واحد، مفيش تغيير الاتجاهات. اللي كان بيعمل لك ده مين؟ حازم امام. كان بيعملها لك محمد صلاح ربنا يشفيهم الاثنين، كان بيعملها رامي ربيعه، كان بيعملها مثلا عبد الشافي، فاهم؟ بص الهدف ده، الهدف مش كده؟ ده الهدف الهدف. بص الراجل ده يجيلي، بص نرجع ياسر سنه معلش، انا صابر رحيل هنا، بص انا واقف ليه هنا؟ خلاص الكره اتلعبت والراجل على مرأة ومسمع مني. بص يا كابتن اللي هو ناحيه الشمال اللي هناك ده خالص، اللي هو ده اعتقد صابر رحيل، انا لازم اعمل سبرنت هنا ولازم حجازي يقفل الحته دي. طبعا كل الناس بايع القصه، والراجل حطها بمنتهى السلاسه ومنتهى البساطه. احنا جالنا كذا كوره تتعمل كده سيف ما عملناهاش ليه؟ كان في نوع من الانانيه شويه، الاعتماد على النفس شويه. انت بتتكلم على كوره جماعيه كمان، انت اللعيب المصري يا كابتن ساعات بتبقى طبيعته لما بتلعب فرقه انت كسبانها قبل كده بتبقى نازل مريح دايما في ماتشاتنا، مش عارف مع اللعيب المصري بتحس بكده يعني. انا بكلمك بمنتهى الامانه، احنا كان عندنا خمول وكسل غير طبيعي في الملعب. شوف كوره في الاخر خالص، لو عندك ياسر دي في اخر كورنر، شوف حجازي مش قادر يطلع كرة كورنر، يعني اتشاطت ورجعت من الشناوي اللي هي الفرصه الاخيره يا ياسر لو عندك لو سمحت، اتشاطت حلو قوي من الولد نمره 10 اللي جاب الجون وردها الشناوي رجعت لحجازي، مش قادر. دي تعب، اجهاد، الارض صلبه، كل الكلام ده بيؤدي في الاخر الى المنظر احنا شفناه. حتى الجون جه في الدقيقه 73 او 72 كنا وصلنا لمرحله من التعب اللي ممكن بيها يقدر منتخب تشاد ياخد ثقه، واحنا للاسف اللي ادينا له هذه الفرصه.